أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من الطبيعة ديالي ما كنقولش صدق الله العظيم حيت البدعة كنضربوا السنة بالبدعة مي كنحيوا البدعة كنموتوا السنة سيدنا النبي هذا وارد عنه بأنه إذا كمل من القرآن كيقول هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا هو الصواب هذا هو الصحيح بعض إخواني يمكن لهم يشوفوني في بعض اللحظات كنبقى نضحك في الفيديو وانا كنقرا القران عادي جدا سبحان الله العظيم يوم من الايام
بالتوفيق ربي، وهذا حلم، هذا حلم حق ربي. كان عندي هذا الحلم وربي سهل فيه، طلعت فوق المنبر وكانت عندي واحد الخطبة هذه الجمعة، والجميل هذه الخطبة هذه الجمعة كانت موثقة، وصراحة كنت في المستوى، كنقولها على راسي، كنقول على راسي كنت في المستوى. الخطبة هذه الجمعة عندي معروفة في مجال التواصل، في مبحثي في يعني في منصات التواصل، تكتب عمر النحيلي خطبة الجمعة راه يطلع لك. سبحان الله العظيم، انا احدث الناس فوق منبر رسول الله، وبعد الفترة وبعض اللحظة كنبقى نضحك، وما بغيتش نبين للحاضرين بانني كنضحك، كنضحكها بقلبي من الداخل، كنضحك، كنتشرشم بالضحك من الداخل ديالي. علاش؟ كنقول الحمد لله احنا مسلمين، وصراحة فينا وفي الاسلام لجينا نعقبوا وجينا. انت كتشوف القرآن اليوم ولينا كنقراوها على الموتى، ولينا كنخدموها الجنون، ولينا كنخدموا القرآن غير الشعوذة، ولكن القرآن ربي قال لي دبروا وباش نعملوا، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. القرآن باش تحيا الفضيلة وباش نموتوا الرذيلة، وفين شحال ديال التعاليم في القرآن الكريم اللي هي التعاليم ديال رب العالمين، وربي قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فين هي والسارق والسارقة فاقطعوا، فين هي ديك فاقطعوا، حيدوها، الله يدير الخير. وقيس على ذلك كثير ديال كيف بغيت نقول الاحكام، كثير ديال الاحكام في القران الكريم. الله يدير الخير الاخوه، الله يدير الخير. اما الجهاد بلا ما نتكلموا على الجهاد، الله يدير الخير الاخوه، ومع السلامه. كيف ما قلت لكم الكلمه اللي بغيت نوثق هي، يمكن الانسان يشوفني كنضحك، انا الطبيعه ديالي انا هيدا. انا استاذ ديالي وكنسميه السي المربوح، السي عبد السلام المربوح، هذا استاذ ديالي، وقريت عنده، كنت عنده في المستوى في القسم الثالث، ووقفني في السطوره وقال لي نحيلي وقف غير دقيقه وما تضحكش نجحك، ومع العلم كنت كسول، ما قدرتش ما استطعتش، فهمتوا؟ هذا كيف ما قلت لكم، ملي كنبقى نضحك كنقول شو سبحان الله العظيم، كنا كما قال سيدنا عمر كنا اذل الناس، ولا زلنا حنا مدلولين، حنا في هذه الاونه حنا راه مدلولين، والله الا مدلولين. والحقيقه هي هذه الاخوه الكرام، كيف ما قال سيدنا عمر كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي العزة في غير الإسلام أذله الله. شوف لولا فضل الله علينا، شوف شنو نكونوا شي مصيبة كحلا، ولا شوف كنعبدوا الشجار والحجار، ولكن بفضل رب العالمين طلب الله تعالى يرزقنا التمسك بهذا الدين العظيم، ويجعلنا كذلك من المتمسكين بسنة النبي الكريم. أمين أمين. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين، مع السلامة أيها الكرام، قبلوا لنا الله يجزيكم بخير. متابعي قناة أبو حفص حيلي لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.